معكم أخصائية التشبيل والعناية بالبشر أمل عميرة من عيادات مس فينوس. اليوم رح يكون عنا، احنا رح نحكي عن جهاز اللي هو الانتراسيل. هلا هذا الجهاز بيشتغل على ثلاث تقنيات. اول تقنيه اللي بيشتغل عليها الجهاز اللي هي اشعه الراديو فريكوانسي، هاي الاشعه اللي هي طبعا الموجات الراديويه. ثاني تقنيه اللي بيشتغل عليها اللي هي المايكرو نيدلينج، اللي هي الابر الصغيره الناعمه اللي هي هلا رح تشوفوا كيف رح نستخدمها بالجلسه. والثالث تقنيه اللي هي الفراكسل. رح نقول لكم اول شيء انه اول شيء على ايش بيشتغل هذا الجهاز، ايش الاشياء رح نستفيد منها او الحالات اللي رح نعالجها على هذا الجهاز. هل هذا الجهاز بيعالج عنا اول شيء المسام والحفر اللي هي عنا الاكني والاكني سكارز، اللي هي المكان الحبوب اللي بتكون هاي، او اللي هي الندب اللي بتصير مكان حب الشباب. ثاني شيء برضو انه هذا الجهاز بيشتغل على الخطوط مثلا اللي بالوجه اللي هي تجاعيد، خطوط ناعمه، يعني اي نوع من الخطوط بيشتغل عليها الجهاز اللي بتكون بسبب تناقص الكولاجين بيشتغل عليه هذا الجهاز. ثالث شغله انه كمان برضو هذا الجهاز بيشتغل على التشققات مثلا اللي بتصير، اللي هي الخطوط البيضاء اللي بتصير من زياده الوزن الاوفر ويت ويرجع الواحد بنحف، برضو هي بتشتغل عليها كويس. الستريتش ماركس اللي هي بتصير بسبب الحمل والولاده برضو نفس الشيء هذا الجهاز بيعالجها. هلا في عندنا كمان شغله ثانيه، انه ممكن ناس بتحب انها دائما تجدد الكولاجين يضل وجهها شادد، برضو بيشتغل لانه على الفايبر الكولاجين، فبيعمل عمليه شد للوجه وبيعطي كثير نضاره حلوه للناس اللي بحبوا يعني دائما تكون وجههم يعني فيه نضاره واشراق. هلا اليوم احنا رح نشرح لكم عن الكيس اللي عندنا. هلا الحاله اللي عندنا اليوم هي الصبيه عندها طبعا بشره دهنيه وكانت بتعاني من حبوب شباب قديمه، فصار عندها اللي هي البورز المسام هاي اللي انتم شايفينها المفتوحه، وصار عندها اللي هي الاثار السكارز هاي الكبيره اللي هي عندها، رح نورجيكم اياها هي الصوره عن قرب. عندها سكارز قويه بسبب انه كان عندها حب شباب قديم. هلا احنا اليوم رح نبلش الاجراء، نعالج لها الحب يعني مكان الاثار الحب، ونعالج لها المسام هاي المفتوحه والحفر الندب اللي هي موجوده عندها. هلا احنا رح نبلش الاجراء، رح نورجيكم طريقه كيف رح نشتغل على الكيس، وبعدين بعد فتره ان شاء الله رح نورجيكم ايش النتائج اللي اخذتها الصبيه، يعني عشان تكون حاله حقيقيه، يعني احنا رح نقدم لكم حالات حقيقيه، نقدم لكم قبل العلاج وبعد العلاج كيف بتصفي الحاله. هون زي ما قلنا لكم انه في بالجهاز مايكرو نيدلينج. هلا هون عمل المايكرو نيدل، بتفوت هاي عباره عن ابر دقيقه، بتكون هاي الابر بتفوت على طبقه الفايبر تبع الكولاجين، بتعمل عمليه تسخين للطبقات الكولاجين اللي جوا، فطبق الفايبر الكولاجين يعني بيشتغل، بتصير عنا انه بينتج خلايا نيو سيلز، خلايا جديده. هاي الخلايا بتقوم انه بتعبي المنطقه هاي، يعني بتصير عنا بتتحسن عنا المسام، بتتحسن عنا السكار، وحتى الوجه بشد، يعني بعد فتره حتى رح تلاحظون الصبيه انه وجهها كمان شادد، لانه احنا بنوصل اللي هي الاشعه هاي الراديو بنوصلها عن طريق الابر هاي الناعمه اللي بتطلع من الجهاز، بتقوم بتوصيلها للهاي، بس نسخن طبقه الكولاجين بتتنشط الدوره الدمويه اللي حواليها، اوريدي الكولاجين رح يشتغل، رح يعبي فايبر الكولاجين، رح بيصير في انتفاخ فبيعبي، وبنفس الوقت الدورة الدموية لما بتتنشط بتحسن عنا، حتى ملمس الجلد بتحسن منظره، حتى بصير عندها كثير نضارة حلوة، رح تصير تحس دائما وجهها فيه نضارة، رح تحس انه كمان اذا في تصبغات او شيء بالوجه رح تحس انه هاي التصبغات رح تخف شوي شوي، لانه احنا كل ما نشطنا الدورة الدموية في البشرة كل التصبغات بتخف، واي توكسز اي سموم بتكون مجمعة كلها بتتصرف وبتروح. هلا احنا هون، هلا هذا الاجراء احنا من الاجراءات اللي هي اللي هي ممتازة. ليش؟ لانه هذا الاجراء ما بحتاج انه مثلا هلا الزبونة انه داون تايم طويل انه ما تروح على دوامها او شيء، بتقدر يعني اليوم تعمل الجلسة بكرة عادي بتقدر تطلع على دوامها، بس انه احنا بنوصيها انه مثلا انه لازم تحط واقي شمس، وانه ما تحط مكياج بس لمدة يومين، وما تتعرض لاشياء ساخنة لمدة يوم، وعادي بتقدر تمارس حياتها الطبيعية وتروح على شغلها، انه ما بتحتاج انها تقعد في البيت زي يعني
الإجراءات القديمة اللي كانت بتقعد أسبوعين ما تطلع من البيت ويشكي، لا هذا إجراء كتير سهل أي حد بيقدر يعمله، وحتى الأعمار مختلفة لأنه إحنا أصلاً عنا العمق يعني الدبث تبع الإبر نقدر إحنا نتحكم فيه قد بدنا إياه يكون عميق يعني يوصل لأي طبقة من الجلد. إن شاء الله إحنا على موعد تاني إنه نتملكم تقنيات تانية ونورجيكم إياها، وإن شاء الله إحنا مدة العلاج المفروض تكون هلأ الجلسة التانية رح تكون بعد شهر إن شاء الله، يعني مدة العلاج رح تكون تقريباً كل شهر حسب يعني الحالة. هاي الحالة هلأ عنا الكيس هاي لازم تعمل 3 جلسات متواصلة كل بين الجلسة والتانية شهر قبل ما تتجدد الخلايا، أنتوا بتعرفوا إنه 28 يوم لشهر بتطلع نيو سيلز، فبنعمل لها الإجراء الثاني، وإن شاء الله نحن نضل متابعين معكم الحالة تبعتها ونورجيكم إن شاء الله النتائج والتحسن اللي راح تاخذوه.